رغم قتامة المشهد العالمي لوباء كورونا، إلا أن جوانب إيجابية تظهر في الصورة. فمن رحم الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي ترتبت على الوباء، ولدت مبادرات مبدعة للتعاون بين الشعوب من جهة، وبين مكونات الشعب الواحد من جهة أخرى. منذ بداية أزمة كورونا، عرف الشارع العربي المئات من تلك المبادرات الأهلية التي تتنوع بين فردية وجماعية ومؤسساتية، والتي تهدف بالأساس إلى مساعدة الفئات الأكثر تضرراً. على سبيل المثال الحصر، زاد بنك الطعام المؤسسة الخيرية المصرية عدد الأسر المستهدفة بالوجبات خلال شهر رمضان من 500,000 أسرة إلى 1.5 مليون أسرة. وفي مصر أيضا اشتهر ما يعرف بتحدي الخير للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا، وذلك عن طريق تكفل المشاهير بعائلات فقيرة تضررت من الأزمة، أزمة كورونا. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أنها أنفقت 58 مليون درهم إماراتي لدعم المبادرات الخاصة بمكافحة تداعيات أزمة كورونا. وفي الأردن لم تنسى المبادرات الأهلية عمال المياومة وعائلاتهم الذين تعطلت أعمالهم نتيجة التدابير الوقائية التي نفذتها الحكومة، فظهرت لفتات مثل حملة يومياتهم علينا. ومن المحيط إلى الخليج، ساهم عدد من رجال الأعمال في الجهود التي تبذلها حكوماتهم في صراعها مع الوباء من خلال التبرع بأموال لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي. حتى وإن رأى البعض عدم كفاية هذه المبادرات، فإن الكثيرين يشيدون بها ويعتبرونها مؤشرا إيجابيا على استمرار وجود معان جميلة في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى التكافل الاجتماعي.